ما يمكنش تشوف هذا الفيديو وما تبتسمش، ما تبتسمش وتاخذ عبرة. تقول شوف انت بيديك وبرجليك وكل شيء وكتسنى شي واحد يقول لك شنو دير. هذه ما تسناتش العوين، ما تسناتش شي واحد يعاونها يهز ليها الولد ولا يوفروا ليها شي ظروف اللي تخليها دير كل شيء بسهوله. هي كدير كل شيء راسها برجليها، كتلعب مع وليدها ولا بنيتها الله يخلي لها. هنا شوف الفيديو خذ منه عبرة، قول اه صاحبي انا الحمد لله ربي رازقك كل شيء، عطاك يدك ورجليك وكتسنى. تاني الله اعلم، اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا وما كدير والو. علاش؟ كثرة الاعذار، كثرة الاعذار ومنطقة الراحة موفرة لكل شيء. علاش ما كتلقاش راسك في الزنقة ولا الظلمة ولا مهني انت من هاد الشيء كامل؟ داكشي علاش كيبقى داكشي يتكرر يوميا 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 حتى كتولي عادة. تالي اي واحد تجي تقول لي واه دير هادي، لا ما يمكنش. حشومة الناس حقا يشوفوني. علاش؟ حيت ولفتي. شو تبارك الله كدير كل شيء راسها، ما احتاجتش انها تعيط لشي واحد يعاونها ولا. احنا ديما خاص شي واحد يقول لينا، خاص شي واحد يعاوننا.